أهلا بكم متابعينا في أخبار وين وين المغاربية. تلقى مدرب منتخب المغرب وليد الرقراقي أخبارا سارة بعودة نجم الريان سفيان بوفال إلى الملاعب بعد غيابه منذ شهر أغسطس عن فريقه بسبب الإصابة، حيث شارك أساسيا في مباراة الرهيب أمام الشمال في كأس أوريدو. أبدى مدرب الوداد المغربي عادل رمزي حسرته وحزنه بعد ضياع لقب الدوري الإفريقي على حساب ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي، وأكد رمزي أنه يشعر بالصدمة وهو يخسر اللقب بعد أن كان يخطط للتتويج به. شرع المنتخب التونسي في الإعداد لبداية مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، إذ أجرى أول حصة تدريبية في برنامجه التحضيري للمواجهة الأولى التي ستجمعه في اليوم 17 من نوفمبر الجاري بنظيره منتخب ساو تومي، وذلك بمشاركة 10 لاعبين. ذكرت تقارير إعلامية تونسية أن اللاعب الأردني محمد أبو رزيق شرارة قام بفسخ عقده مع الترجي من طرف واحد، كما رفع قضية على الفريق لدى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على مستحقاته. حضر الدولي الجزائري كيفن جيتون ضمن التشكيلة المثالية للجولة 12 من الدوري الفرنسي بعد أن قاد فريقه للفوز على ضيفه نانت بثلاثة أهداف لهدف، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 3 من عمر المباراة. رشح مدرب منتخب كوت ديفوار جون لويس غاسي كلا من المنتخب الجزائري والمغربي وكذلك السنغالي للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023. بهذا نصل إلى الختام، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.